مشت البنات بزاف سولوني على شي وصفه ديال الهالات السوداء اللي غيد. بزاف ديال البنات قالوا لي ديري شي وصفه على هذا الشيء. قررت اليوم ندير لكم هذا الفيديو، بغيت نتكلم لكم بصفه عامه على الهالات السوداء وشنو هما المواد. انا اللي مجربه شخصيا كنهضر على المواد الطبيعيه اللي كنستعمل في البيت، وحتى الكريم اش من كريمات اللي استعملت واللي مجربه، واشنو هما النصائح اللي ممكن ننصحكم بهم في هذا المجال هذا. اولا نبداو، اول حاجه كنستعمل مواد طبيعيه بحال مثلا ملي تنكون دايره شي ماسك، وداك الماسك خاصنا نخلي واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. اشنو كندير؟ عوض ما غنبقى بالماسك هكايا كنمشي نتسارح فوق شي فوطوي ولا فوق شي كرسي ولا شي بلاصه. واشنو كنستعمل؟ تنكون من بعض المرات ملي تنكون دايره اتاي بالكاموميل بالبابونج، داك اتاي ديال الخليشات اللي تيكون بحال هذا ديال البابونج، هاد اتاي هذا. من بعد اشنو كندير؟ ما كنرميش هذوك الاكياس ديال اتاي، كناخذهم كنديرهم في واحد الطبيصيل صغير وكندخلهم للثلاجة. من بعد اشنو كندير؟ ملي كنحطهم بحال هكايا على هاد البلاصه ونخليهم، وانا دايره داك الماسك نخليهم ونبقى بهم بحال هكا حتى تنبغي نغسل الماسك وتنحيدهم. قلت لكم الاكياس ديال البابونج، علاش البابونج؟ البابونج معروف وعارفين البنات بزاف بان شحال من شامبوان ولا من شي سيروم ديال الشعر ولا شي تراتامينتو ديال الشعر ولا شي حاجه هكا تنفع تيكون فيه البابونج اش تفتح حتى اللون ديال الشعر. لهذا البابونج بالنسبه للبنات اللي عندهم هذيك الزروقيه تتكون من طبيعه الحال ما كانش اسباب داخليه بحال امراض الكبد ولا فقر الدم ولا امراض تيكون في المعده ولا تيكون شي بنت عندها مشكل في المصرع، ممكن ديك الزروقيه تكون من هاد الاسباب هادو. ممكن هاد الشيء ما ينفعها في والو، خاصها تشوف مع الطبيب ودير التحاليل وتشوف كيفاش، واش عندها الكريات الحمراء في الدم مزيان، واش الحديد عندها مقاد في الدم، واش ما عندهاش فقر الدم. هادو ممكن يكونوا اسباب من الاسباب اللي تيديروا الهالات السوداء. انا باش نقول لكم على الحوايج اللي كيساعدونا حنا من غير البنت اللي كانت كل شيء نورمال كل شيء هو هذاك، الحوايج باش تساعد باش تفادى الهالات السوداء كيف ما قلت لكم هاد الاكياس هادو. واشنو ثاني؟ ما كنديرش غير هاد الاكياس، كندير بزاف ديال الحوايج اللي غادي نقولهم لكم من طبيعه الحال. حتى الحليب كامل الدسم، يعني حنا تيتباع عندنا الحليب 3.5 هو اللي تيكون كامل الدسم، يعني فيه الدسم كله، يعني حليب ماشي ناقصين منه الكغاس، ما ناقصينش منه حتى حاجه. المهم كناخذ جوج ديسكات ديال القطن، دوك الدويويرات ديال القطن. الحليب يكون بطبيعه الحال بارد، كنغطسهم مزيان في الحليب، كنعصرهم شويه وكنحطهم هكا على عيني ونستراح. كي كنتي دايره ماسك كما كنتيش دايره، ملي تكون عندك القناة ديري هذا الشيء ما فيها باس، واحد 10 دقائق تعطيها شويه لنفسك وتعتني بالبشره ديالك. واشنو ثاني اللي كندير؟ حتى الخيار، حتى هو مزيان بزاف ومعروف من طبيعه الحال البنات سامعين بهذا الشيء، ماشي اول مره غادي يسمعوا الخيار، ولكن انا ما كنقطعوش دواور. اشنو كندير لي؟ كنحك الخيار حتى نحصل على عجين، بحال العجينه هو تيطلق شويه الماء، ولكن انتي غتاخدي هذاك الخيار كله بالماء ديالو وتكاي بحال هكا فوق شي بلاصه، وتحطي ديك العجينه بحال هكا ديال الخيار من هنايا وحتى من الفوق، لان الخيار ماده طبيعيه وما عندها حتى ما تخاف، كاع داكشي طبيعي ما كنخافش منه، انا كنجرب اي حاجه. واشنو ثاني اللي كندير؟ كندير حتى البطاطا نغسل لها مزيان من طبيعه الحال، ما كيعجبنيش انا نقطع دواور ونديرها هكا على عيني، لحقاش ما كيتخرجش منها، ما كيخرجش من داك الماء ديالها، ما كيخرجش منها كاع دوك المواد اللي فيها، لان معروف البطاطا غنيه بفيتامين ا، فيتامين بي 2 بي 6، انا غنقولهم بالعربيه بي 2 بي 6، فيها فيتامين سي، فيها حتى النحاس البطاطا، فيها البوتاسيوم، فيها المغنيسيوم وكتفتح له البشره البطاطا بدوك بالاحماض، كمان بالاحماض اللي فيها كذلك. انا شنو كندير؟ هي اللي غادي ندير اليوم، من بعد ما غادي نغسل وجهي، من بعد غادي ندير هذا الماسك هذا، انا وجدته هنايا غير باش نوريه لكم. كنحط البطاطا بحال هكا بالقصره ديالها، من طبيعه الحال كنغسل البطاطا مزيان، نغسل ليها القصره مزيان ونحكها بهذيك الحكاكه العاديه باش كنحكوا المطيشه ولا شنو، المهم كنحكوها بحال هكا. ملي كناخذو بحال هكا ملي كنحصلو بحال هكا على بحال هذا العجين هذا، هو اللي كناخذو بحال هكا وكنحطو بحال هكا فوق عيني من هنايا،
طبيعه الحال تكوني متكيه باش ما يطيحش لك ما طيحش لك هذيك البطاطا من فوق البشره ديالك. هذا حتى هو تيساعد بزاف. انا كندير بزاف ديال هاد الحوايج الطبيعيه صراحه. انت تكون عندي القانه وانت تكون عندي القانه تنعتاني شويه بهاد المسائل هادو باش ما نلقاش مشاكل من بعد مع تقدم السن ونلقى بحال هكا شي مشاكل اللي ما غنلقاش لهم من بعد الحل. واشنو والحليب، الحليب بغي نعاود نقول لكم عليه مهم بزاف حتى لدوك التجاعيد اللي كيبدا اللي بحرا كيبداو. داك الحليب كيساعد دوك التجاعيد اللي ملي تيكون بحرا بادين كيغذي البشره مزيان الحليب وكيحارب حتى دوك التجاعيد. اشنو هو ثاني بالنسبه للكريمات اللي كنستعمل؟ الكريمات اولا نعاود نقولها لكم البنات اللي شافوا الفيديو اللي قبل من هذا غادي يكونوا سمعوني انا هضرت على انني كنستعمل ككريمات مرطبه كالكريمات العنايه بالبشره للعنايه بالبشره. كنستعمل ديما كريمات تكون مكونه من مواد طبيعيه تكون ماشي بيولوجيك 100%. كاينين حتى كريمات البنات اللي عارفوا كيفاش يقراو لينشي ديال لي كريم غادي يعرفوا المكونات ديال الكريم غادي يعرفوا. انا راه كتبت في لاباج ديالي بعض المكونات لانهم كثار بزاف وانا ما عارفاهمش كلهم، ولكن المواد الخطيره اللي تكون في الكريمات الحمد لله قرات عليهم شي شويه ودرت عليهم استفدت درت عليهم معلومات. قريت كل ماده اشنو كتعني، اشنو هما الزيوت السيليكونيه، اشنو هو الالومنيوم، اشنو سميه الالومنيوم لحقاش ما تكونش مكتوبه فقط الالومنيوم. انا حطيت كلشي في لاباج ديالي اللي الاسم ديالها ايكرام بيلا نوفا اللي في الفيسبوك من طبيعه الحال. وحطيت بعض المواد اللي لازم تراقبوا، حطيت حتى واحد البروغرام سميتو كوتش شيك اللي انا تنتيستي به بعض المرات الكريم واخا ما كيقراش جميع الكريم. هو واحد البروغرام الماني ما عرفتش، انا سولوني حتى البنات على واش ممكن بالفرونسي ولا ما نكذبش عليكم. المهم اللي غنقول لكم هو ملي تيستيو شي كريم ويخرجوا لكم مكونات اكثر من لا خرجت لكم مكون ولا جوج حمرين يعني ماشي شي خطر كبير، ولكن لا خرجوا لكم اكثر من اربعه مكونات ولا خمسه كل مكونات باللون الاحمر يعني انه عامر بالمواد الكيماويه، لا خرجوا لكم مواد بالاخضر كلها يعني ان البرودوي ما فيه حتى حاجه مضره. نتمنى تستافدوا، دخلوا لاباج ديالي وغادي تلقاو هذه المعلومات اللي انا حطيتها البارح. باش نبدا معكم بالنسبه للكريمات الهالات السوداء، انا الصراحه ما كنستعملش شي كريم مخصص للهالات السوداء، كنستعمل هذا اللي ماسك اللي قلت لكم للهالات السوداء بحال البطاطا وهذا اللي قلت لكم من قبل. وبالنسبه للكريم كنستعمل هذاك الكريم اللي وريت البنات في الفيديو اللي قبل من هذا ديال اني ماري بورلين اللي كنستعمله في الليل لحقاش هو شويه ثقيل كنستعمله في الليل. علاش؟ لحقاش في الليل ما كنكونش غادي ندير الماكياج ولا شي حاجه، اصلا ما كنماكيش انا كل نهار كل نهار، كندير هذا الكريم لانه شويه ثقيل في الليل. وبالنسبه للصباح كنستعمل هذا الكريم هذا ديال فيليد اللي شويه خفيف على هذا. بالنسبه لشي مره البنات اللي تيديروا الماكياج بالنهار ننصحهم بالنسبه للكريمات اللي تيكونوا ثقال ديريهم في الليل. وبالنسبه الصباح ملي كتبغي ديري ماكياج وديري كونسيلر وديري تستعمل شي حاجه تكون خفيفه على البشره بحال هذوك. دابا هذا راه قديم وانا ما كنستعملوش، هذا كنشراه راجلي ديال نيفيا، واخا تنقول ليه ما تستعملوش لحقاش فيه مواد كيماويه بزاف. غير بغيت نوري لكم من بعد غنوريكم واحد البرودوي ديال كنايب خاصني نشريه لحقاش قلبت عليه وما لقيتوش، اللي تيكون فيهم بحال هذا الراس هذا ديال الالومنيوم بحال هكا ديال الحديد اللي تيبرد لينا هاد البلاصه هذه تعطينا واحد الاحساس بحال دايره شي حاجه بارده تحت عينيك بحال هذا. ولا ننصح البنات يستعملوه في الصباح. وعلاش؟ باش حتى ملي ديري الكونسيلر تحت عينيك ملي تكوني دايره شي حاجه مزيته وثقيله داك الكونسيلر تيدرع وتيمشي يتخشف كاع هذوك فكاع هذوك الشريطات هذوك التجاعيد الصغيره اللي تيكونوا تيبقى تيبان هكاك الكونسيلر ماشي هو هذاك. علاش ننصح البنات يستعملوا بحال هذا في الصباح بحال هذا النوع من طبيعه الحال؟ ماشي هاد لامارك، انا ما ننصحش البنات بها لحقاش قريت المكونات وما عجبونيش. ولا شي كريم بحال هذا انا كنستعمل حتى هذه ديال فيليدا، نوري لكم الكرتونه هذا الكريم هذا فيليدا اللي مصنوع من الورد وكيساعد في محاربه التجاعيد الاوليه دوك التجاعيد اللي بحرا كيبداو ملي بحرا كتبدا البشره دير تجاعيد تقريبا في السن ديال من 25 عام الفوق ملي تيبداو دوك الشريطات الصغار بحرا يبانو. هذا تيساعد باش تحاربيهم من البدايه. انا في الحقيقه استعملته ثاني مره، هذه ثاني كرتونه اللي كنشري والحمد لله مزيان وما عنده حتى عواقب كله طبيعي. هاد لامارك اللي كتعرف هاد لامارك بيليدا راها مارك هنايا في المانيا معروفه، ما عرفتش واش كاينه في المغرب ولا ما كايناش،
واللي عندكم لي سيت في المغرب بحال امازون ممكن ديروا منه تشريو منه، راه تيكونوا فيه كاع هاد لي مارك كلهم. انا شي مرات كنشري منه حتى هاد الكريم واخا كاينين هنايا قراب كنشري منه ديريكت، ومن بعض المرات على حساب الوقت اللي مزيان بزاف وتيخلي ديك لا فيتاليتي يعني ديك الحيويه تتبقى بحال هكا، تتبان النظره بانها فريش، تتبان النظره بان ما تبانش داك النظره بانها عيانه وعينيك داخلين. انا هضرت على هذا الشيء البنات اللي كيعانيو من الهالات السوداء، لانني حتى انا عندي شي شويه الهالات السوداء وبهذه المواد الطبيعيه شويه كيبهاتوا على حسب حتى الريتم ديال الحياه. البنت اللي كانت كتسهر في الليل ولا لا كانت بزاف قدام الكمبيوتر بدوك لي انتي ريفليس سميتهم لي انتي ريفليس دوك الاشعه تضرب شي طبيعه الحال عارفين وكاع البنات. واشنو النصيحه الثانيه البنات؟ واخا شويه انا كنهضر مخربقه نتمنى تفهمونا ونكون وصلت الرساله. اشنو هي النصيحه اللي مهمه للبنات؟ البنات اللي كيماكيو كل نهار لازم يديروا مكياج، ننصحهم ما يستعملوش لي مارك اللي تيكونوا عامرين بالسيليكون في لي كونسيلر. انا عندي حتى انا كنشريهم، علاش؟ لحقاش حتى انا كيعجبني منين ندير المكياج يكون يعطيني واحد النتيجه تكون زوينه ويبان الوجه بيرفكت ويبان تحت العين ما فيها حتى حاجه. هادشي كيعطيو لينا غير لي مارك العالميه المعروفه. دابا غنسميهم لكم بحال مثلا لوريال، ديور، لانكوم، حتى واحد الفوندو التخرج ديال جورج ارماني اللي زوين كيبين الوجه، ولكن واخا المكونات ديالو ما غاديش نعاود لكم عليهم باش مصنوع، ان كل زيوت سيليكونيه داكشي باش كيبين الوجه الزوين وما فيه ما فيهش لي ديفو. ولكن هذاك الفوندو تاع راه كيدخل للبشره وكيسد المسام وكيدير لنا لي بوان نوار وكيدير لنا بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي بغيت نقول، الرساله اللي بغيت نوصل للبنات، البنات اللي ضروري يديروا المكياج كل نهار على حسب الخدمه ولا على حسب يحاولوا يختاروا حتى في المكياج، واخا راه ماشي شي ريزولتات اللي تيكون ما عرفتش كيفاش داير نظرا لان ما فيش مواد مجهده باش تعطينا ليفيكت زوين، يستعملوا المواد تكون المكياج اللي يكون بيولوجيك. مثلا انا عندي من طبيعه الحال انت تكون خارجه لشي حاجه لشي بلاصه في العشيه ولا تنكون خارجه معروضه ولا شي حاجه، كنستعمل حتى انا هاد لي برودو بالرغم انني عارفاهم انهم مضرين. هاد الماكياج مثلا هاد الكونسيلر ديال ماك اللي تيغطي العيوب كلها تيبين الوجه صافي، هاد جوج ديال مايبيلين ديال فيتمي ديال مايبيلين كنخلطهم بجوج، واحد لونو غامق واحد لونو فاتح، حتى نخلطهم بجوج وتيعطيو هما اللي دايره دابا في هاد الفيديو هذا هما اللي دايرهم بالحق، دايرهم من ثلاثه ديال دابا راه 10 و 19 دقيقه من ثلاثه وانا دايرهم مني جيت بالزربه صورت لكم الفيديو. وهذا حتى هو ديال مايبيلين بالحق، هذا اللي وريتكم دابا كلهم مواد كيماويه. يعني ما ننصحش شي بنت تبقى تعتني بالبشره ديالها بمواد طبيعيه وهذا الشيء تستعملوا كل يوم. شنو هي النصيحه بالنسبه للبنات اللي كيستعملوا المكياج ديما؟ استعملوا بحال هاد لي كونسيلر هادو، مثلا هاد لا ماركه سميتها الفيردي، هذا كونسيلر ما فيه حتى ريحه زوينه، بالعكس في واحد الريحه ما غاديش تعجبك بحال ريحه الاعشاب، ولكن هو مكون من المواد الطبيعيه. طبيعه الحال ماشي غنكذب عليكم، ما كيعطيش ديك النتيجه اللي كيعطي الكونسيلر اللي كيعطيو لي كونسيلر اللي وريت لكم قبل من هذا، كيعطي واحد كيغطي. ولكن انا الا حاولت نضغط البشره ديالي ونعتني بها ما غاديش يبقاو عندي دوك الاستغان باينين. يعني واحد البرودوي بحال هذا اللي تيكون طبيعي كافي بانني كل نهار ملي غنكون باغا ندير كونسيلر كافي. هو هذا هاد لاماك هادي داير بحال هكا، المهم كيغطي ولكن ماشي تيغطي لواحد الدرجه. ماشي غنكذب عليكم، بالنسبه للكريمات العنايه بالبشره كننصح كل بنت تستعمل قد ما لقات مواد طبيعيه. بالنسبه للمكياج ما غاديش نقدر نقول لكم راه واحد، واخا تشري المكياج من ماركات معروفه بيولوجيك راه ما تيكونش شي ريزولتات اللي تيبهر يعني. وهاد الكونسيلر هذا حتى هو ديال تيرا ناتوري اللي من واحد دروغيري هنايا في المانيا مولر، بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنا غادي يعرفوها. هو داير بحال هكا بحال ستيك بحال هكا، وحتى هو كي على حساب لي ستيغن هادو. هاد الجوج اللي وريت لكم دابا هذا ديال الفيردي وهذا ديال تيرا ناتوري هما كونسيلر ولكن من مواد طبيعيه، ما فيهمش سيليكون ما فيهم حتى حاجه. واشنو هي النصيحه الثانيه اللي بغيت نقول للبنات؟
بالنسبه للبنات اللي تيجيوهم واحد النقيطات بيضين تحت العينين ديالهم، ما تيكونوش بوان نوار، تيكونوا واحد النقيطات بيضين تيبانوا بحال ما عرفتش شنو غادي كيفاش غادي نسميهم لكم، كانوا انا فيا شحال هذا، ولكن ملي بديت كنستعمل هاد المواد انا تفاديت بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال مشاكل البشره. تيجي واحد النقيطات هكا يا بيضين، واخا كتبركي عليهم تبغي بحال هكا تفكسيهم ولا تخرجي شي حاجه ما كيخرج والو. هذوك النقاطي دوك كيجيو من هذوك اللي كونسيلر ومن الكريمات اللي كتستعمليهم على حساب العنايه بالبشره اللي ما تيكونوش طبيعيه، اللي تيكون فيهم كيف ما قلت البنات البارافين، زيوت سيليكونيه، كاع هاد الحوايج هادو. لان راه حطيت في لاباج ديالي اللي اسميت لاباج ديالي ايكرام بيلا نوفا، راه حطيت فيها بعض المواد السيليكونيه اللي لازم كل بنت تراقب الكريمات اللي كتستعمل ولازم ما يكونوش فيها الكريمات ديال العنايه بالبشره بطبيعه الحال اللي في لاباج ديالي، راه حطيتهم. وحطيت كذلك بعض الكريمات اللي كنعرف والماركات اللي انا استعملت، فيليدا لافيرا دكتورا اوش، كحطيت بعض الكريمات ومازال نحط كريمات اخرين اللي كريمات طبيعيه اللي ننصح البنات الى لقاوهم يجربهم على حساب كل نوع من البشره. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو هذا، كيف ما قلت لكم مواد طبيعيه من الاحسن دائما، والمواد والكريمات باش كنعتني بالاستغن ديالي يكونوا طبيعيه. هذه هي النصيحه اللي نقدر نقول للبنات، وهذه الثلاثه الحوايج اللي قلت للبنات هما الحوايج اللي كنستعمل انا، البطاطا البابونج والحليب، هادو هما الحوايج اللي انا كنستعملهم ديما على حساب دائما على حساب الكانا، هادو على حساب الاستغن. البنات اللي عندهم ديك النفوخ داك الانتفاخ اللي تيكون تحت العينين، لي بوش ولا شنو كيقولوا لهم، لي بوش تحت العينين اللي ما تيكونش زروقيه، تيكون هاد البلاصه منفوخه، هاد داك الانتفاخ كيجي حتى من اللي كتاكل الماكله مالحه بزاف، من تراكم المياه في الجسم. هادشي انا ما عمرني ما جربت شي كريم على هذاك الانتفاخ، لحقاش ما عمرني ما عانيت من الانتفاخ، انما فقط من الهالات السوداء. بالنسبه لدوك البنات اللي كيجيهم كما قلت الانتفاخ تيكون حتى من الاكل، بطبيعه الحال اكثر حاجه تيكون من الاكل ومن الريتم ديال الحياه ديالنا. باش مازال ان شاء الله ندير لكم فيديوهات حتى على حساب المسام، بغيت ندير لكم واحد الوصفه طبيعيه اللي انا كنستعملها ان شاء الله في الايام الجايه، اللي بغيت نوريكم واحد الوصفه ديروها في الدار سهله وما تتكلف حتى حاجه، ولكن تفيد بزاف باش هذوك المسام ديالنا يبداو يتجمعوا، ما تبقاش تبان هذيك ما تبقاش يبانوا هكا من هنايا الخدود فيهم دوك لي بور، بطبيعه الحال مع المداومه بطبيعه الحال ماشي من اول استعمال غادي تبان النتيجه. واحد نصيحه بسرعه، واخا في هذا الفيديو تيبان ليا راسي تنخربق، ماشي تنخربق بالنصائح، تنخربق في الهضره، ما بغاش تقاد ليا الهضره. واحد النصيحه بسرعه للبنات قبل ما يكمل الفيديو، البنات اللي عندهم بشره حساسه فيهم الحبوب وعندهم البشره كتحمر بالزربه، واحد النصيحه ونديرها في اخر الفيديو نتمنى يستافدوا منها البنات. بالنسبه للبنات اللي كما قلت عندهم بشره حساسه باش يغسلوا وجههم، ما كانوش لقاو شي جيل ولا تجربوا شي صابون ديال الوجه وعما كيزيد ينشف لهم وجههم ويتقشر لهم وجههم، واحد النصيحه نتمنى تستافدوا منها البنات، استعملوا الماء ديال الوضوء. الماء باش كنتوضاو حنا بالنسبه للمراه المتزوجه، الماء ديال الوضوء انا عندي مثلا هذا ديال ساوجيلا اللي سميتو بالالمانيه ساجيلا، بالطليانيه ساوجيلا، هذا الماء هذا بالنسبه لهذا الماء ديال الوضوء ما تيكونش فيه مواد مجهده، تيكون مصنوع مقاد مزيان، تيكون فيه مكونات مقاد مزيان، البنات غسلوا به وجهكم وغادي تشوفوا. انا جربته شحال من مره، وبعض المرات تيكون سالا ليا الجيل باش كنغسل بهذا، راه عنده في الصراحه واحد ليفيكت للبشره، تتبان لك البشره ديالك ملسه ومغسوله مزيان وكلشي. جربوه وردوا عليا الخبر، اي ما ديال الوضوء كان عندك ماشي بالضروره يكون هذا، المهم يكون ما كيف ما قلت لكم ديال الوضوء هذا. هذا اللي عندي انا تيقتل البكتيريا، فيه تيميان، سميت تيميان الزعيطره، ديك الزعيطره هي مناش مركز، هي مناش مكون. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون على المسام ديال البشره ديالنا وكيفاش نعتنيو بهم، وبهذا الوصفه الطبيعيه اللي غادي نوريكم في الدار كيفاش كندير ليها. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو، واي سؤال على شي فيديو ولا على حساب شي طالب على شي فيديو حطوا لي كومنتات لتحت
السلام عليكم ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.